Hampshire. هنا يس. طبعا عشان نتكلم على الانترناشونال جايد لاينز في الهايبر تنشن عندنا حوالي 13 جايد لاينز، فعايزين نقوم بحاجه نتكلم عليها. فانا هناخد رحله سريعه في الموست امبورتنت والموست انفلونشال واللي بتاثر في البراكتس على مستوى العالم وعلى رسوم الامريكان جايد لاينز واليوروبيان او اي سي سي جايد لاينز. طبعا احنا عارفين اكوردنج لل WHO فيجرز في 2021 ان بعض البلاد فيها بريفلنس هايبر تنشن up to 40%. في مصر طبعا عندنا البريفلنس بتاعنا اولموست يعني 26 up to 30%. وعدد كمان الانكنترول هايبر تنسيف بيشنس على مستوى العالم ممكن يصل الى 1 بليون. الانيوال ديث بيعدي 7 مليون بيرسون على مستوى العالم. الضغط بيلعب دور اساسي في المورتاليتي وكمان ان الهايبرتنشن از ا كوز اوف مورتاليتي او ديث از اراوند 13% من التوتال مورتاليتي. طبعا احنا معانا الجاد فايدر والبروفيسور الكبير في الهايبرتنشن استاذ الدكتور باسم ابراهيم اللي هي معظم الفيجرز دي نتيجه للورك والديديكيشن بتاعه. احنا بنقول ان احنا عندنا ده البريفلنس اوف هايبرتنشن في مصر، لكن مش دي المشكله بس. المشكله ان الريت اوف كنترول عندنا في الضغط ريت قليل جدا على مستوى العالم، يعني اوت اوف 100 بيشنتس عندهم هايبرتنشن في مصر حوالي 37% بس اللي هم اوير ان هم عندهم هايبرتنشن، و 24% هم اللي جابوا عليك من ال 100 دول، وكمان الضغط فيهم مظبوط لا يتعدى 10% وربما يكون من 8 ل 10%، وبالتالي الهايبرتنشن اتس ابيك هيلث بيردن في مصر ومسؤول عن كارديو فاسكولار موربيديتي ومورتاليتي كثيره جدا، هارت فيلير ورينال فيلير وسيريكو فاسكولار ستروك واسكيميك هارت ديزيز. فمهم جدا ان احنا نهتم بيه ونفهم كويس قوي يعني ايه تشخيص وعلاج الضغط بتاعنا. لو ابتدينا باشهر اثنين جايد لاينز عندنا اللي هي الامريكان وكان اخر فيرجن نزل منها 2017 ويمكن في الريفايز 2020 ما ضافوش حاجه جديده، وكمان الاي سي سي 2018 ما اعرفش احنا مستنيين السنه دي في الاوروبيه حاجه جديده ولا هتبقى السنه الجايه هنشوف، لكن احنا هنستعرضهم في صوره التشابه والاختلاف بين الامريكان جايد لاينز والاوروبيان جايد لاينز. بسرعه الاثنين بيتفقوا على اهميه الهوم بلاد بريشر مونيتورنج والامبولاتوري بلاد بريشر مونيتورنج، بيتفقوا دلوقتي على السنجل بيل كومبينيشن في معظم الجريدز والستيجز بتاعت الضغط اكسبت ان سبيشال سيتويشن، بيتفقوا على ان احنا ندي بعض الاهميه والديتيلز لطريقه قياس الضغط والتفاصيل المتعلقه بقياس الضغط عشان ما يبقاش فيه اوفر استيميشن للارقام بتاعت الضغط. بيتفقوا على ان احنا نتبنى الوسائل ان احنا نحسن بيها الادهيرنس اوف ذا بيشنتس ان هم ياخدوا العلاج بتاعهم بطريقه مظبوطه، لكن احد اسباب مشاكل الضغط الادهيرنس زي ما احنا شفنا هي المسؤوله يمكن بصوره كبيره عن الباد كنترول ريت. بيتفقوا في المانجمنت ان ريستريكشنز للبيتا بلوكرز از ا فيرست لاين ثيرابي شود بي ريستريكتد فقط لو في كوموربيديتيز زي اسكيميك هارت ديزيز او هارت فيلير. وبيتفقوا في الفولو اب دلوقتي ودي ظهرت اكتر مع الكوفيد بانديميك الديلي مونيتورنج والديجيتال هيلث سوليوشنز عشان اقدر اتابع الميديكيشنز الهايبرتنسيف بصوره مظبوطه. اول خلاف برضه كبيره بينهم، اول خلاف اول حاجه ان طبعا مش معالج الضغط كرقم بس احنا معالج البيشنت، وبالتالي الاسسمنت اوف كارديو فاسكولار ريسك لكل مريض مهم جدا، وممكن يكون ابتدي على الضغط في المريض ارقام الضغط بتاعته مش عاليه او هاي نورمال نظرا لان عنده فيري هاي كارديو فاسكولار ريسك. فالموديول اوف استيميشن او طريقه حساب الكارديو فاسكولار ريسك مختلفه ما بين الامريكان واليوروبيان. يمكن الامريكان شويه بتركز على التكنولوجي بتاع البريفنشن اوف هايبرتنشن ده ما هواش مطروح قوي في اليوروبيان. كمان الامريكان بيتكلموا على الاثنيك فاريشن. الارقام بتاعت الديفينيشن اوف هايبرتنشن مختلفه، يمكن الامريكان طلعت لنا زي ما هنشوف ان الارقام فوق 130 80 يعتبر ضغط. الكلام ده كريتيسايزد او في ويل ولا اجينست، لكن الاوروبيان 140 90 ما زالت. مفيش ديسكشن على ازمه هايبرتنشن قوي في الامريكان ان كومباريزون للاوروبيان.
وكمان الجوردن دامج اسسمنت وقت حققها الديتيلز اكتر في اليوروبيان جايد لاينز، وكمان السيستوليك فانكشن تارجتس في الامريكان اولموست ذا سيم فور اول زي ما هنشوف، لكن في اليوروبيان اتيز بيرسوناليزد بيز على الكوموربيديتيز والكيدني فانكشنز ونو منشن الانفيرمنتال والاتيتيود افكتس اوف بريشر، ودي الى حد كبير موجوده في اليوروبيان. لو بصينا لاخر نسخه من الامريكان كولج اوف كارديولوجي امريكان هارت اسوشيشن جايد لاينز، زي ما قلنا ان هو حط 130-80 ده الرقم الكت اوف اللي فوقيه يعتبر هايبرتنشن، وقسمه اكوردنجلي للنورمال لازم يكون اعلى 120-80 ويبقى اليفيتد اب تو ليس ذان 130/80، وقسمه الهايبرتنشن غير اليوروبيان، اليوروبيان 3 ستيجز في الامريكان 2 ستيجز بس، ستيج 1 اب تو 139/85 ديستوليك، وستيج 2 اللي هي فوق ال 140/90. يمكن هنا في ستيج 1 زي ما هنشوف بيتكلموا على مونوثيرابي، هنا مفيش الكومبينيشن، وستيج 2 اللي فوق ال 140/90 لازم ابتدي بسنجل بيل كومبينيشن، دي متفقه مع الاوروبيان زي ما قلنا، وده الالجوريزم اوف مانجمنت في الامريكان جايد لاينز اللي بيعتمد على الارقام اللي احنا قلناها بالاضافه للاسسمنت اوف كلينيكال اثروسكلوتيك كارديوفاسكولار ديزيز ريسك، لو ريسك اكتر من 10% بكون مور اجريسيف، ببتدي اقعد من فارماكولوجيكال مانجمنت او اللايف ستايل موديفيكيشن زي السولت ريستريكشن او ويت والكنترول اوف اذر فاكتورز اللي ممكن تكون مسببه ارتفاع في الضغط، وبعد كده ببتدي على طول دايركتلي للميديكيشنز بالكومبانيشن ثيرابي. فده في الـ first stage only monotherapy، وممكن في كمان according to cardiovascular risk أدي combined therapy، لكن في stage 2 hypertension ببتدي على طول بال single pill combination، وده الاتجاه العام to improve the adherence of the patients. ده الكالكوليتور بتاع الامريكان بتاع الامريكان جايدلاينز، ومختلف الى حد كبير عن السكور ريسك اسسمنت بتاع الاوروبيان. هنا في ارقام يعني او بارامترز اكتر ومدخلين الاثنيك جروب. هنا الامريكان متساهله شويه في الارقام، بتقول وان تارجت فور اول، حد لو عنده كرونيك كيدني ديزيز، عنده دايابيتس، عنده هارت فيلير، يمكن بس في السكند ستروك بريفنشن ان الثريشولد بيكون اكتر من 140/90، وفي الالدرلي اللي هم فوق ال 65، وكمان في لو ما فيش كارديوفاسكولار ريسك او الريسك اللي هو ممكن اسمح ب 140/90، لكن في معظم الارقام بتبقى 130/80. ده نفس الكلام اللي قلناه ان انا ابتدي الفيرست لاين تريتمنت بتاع زايد والكالسيوم شال بلوكر والايس انهبيتورز او الاربس. البيتا بلوكر موجوده فقط لو عيان عنده كومبينيك انديكيشن، وحطينا في الامريكان جايد لاينز انها تكون يا اما هارت فيلر او اسكيميك هارت ديزيز او اذر كومبينيك انديكيشن لاستخدام البيتا بلوكر. في الكرونيك كيدني ديزيز حاطين في الامريكان كلاس 2 اي الايس والاربس كلاس 2 بي، والاثنين سبيشال انديكيتد في البيشن عندهم البومينوريا ويذر دايابيتيك اور نوت دايابيتيك، وده الالجوريزم ان انا بدي الفيرست لاين ثيرابي لكن ده كلاس 1، والاس انهبيتور اس كلاس 2 اي، ولو البيشن انتولرنت يبقى الاربس كلاس 2 بي، والاس هنا والاربس ستاندرد ابر هاند علشان الداتا اللي عندنا في ريدكشن اوف البومينوريا وتحسين الرينال اوت. نفس الرقم في الدايابيتيس برضه، وكمان ممكن الايس او الاربس او الكالسيوم شال بلوكر، اكسبت لو البيشنت عنده البومنوريا مفضل جدا ان انا استخدم الراس انهبيشن ديو تو ذير افكسي. وده الكلام ده قائم على ميتا اناليسيز انكلودينج مور ذان 150 راندمايز كنترول ترايلز. نمشي بسرعه بقى في رحله كده سريعه في 2-3 سلايدز في الاوروبيان. اول حاجه الرقم مختلف زي ما قلنا 140/90 مش 130/80 زي الامريكان، عاملين كومبانيشن ما بين الريسك اسسمنت ووجود مالتيبل ريسك فاكتورز وما بين درجه الضغط. هنا الانكريز بتاع الضغط مش 2 زي الامريكان، لا في الهاي نورمال لحد 140/90، جريد 1 لحد 160/100، جريد 2 لحد 180/110 واكثر من كده جريد 3. ما بين الكومبانيشن في وجود كومبليكيشنز او ريسك فاكتورز او رينال امبيرمنت او دايابيتس بقدر احدد ببتدي بحدد الريسك اوف ذا بيشنت
وابتدي الليفل اوف ثريشولد اوف بدايه العلاج. طبعا كل ما كان مودريت تو هاي ريسك ابتدي فورا الميديكال تريتمنت ان اديشن لللايف ستايل موديفيكيشن. كمان في اليوروبيان ده الالجوريزم اللي هو تقريبا اللي هو محصل الكومبينيشن ما بين رقم الضغط وما بين الريسك فاكتورز اللي احنا قلناها. في الدايبيتس هنا مركزين قوي في اليوروبيان على استخدام الايس والاربس في بالذات في البيشنس اللي عندهم البومينوريا، وكمان هنا شويه في البيشنس اللي هم فوق سن 65 years old حاطين الرقم يكون اكتر شويه من 130 80، وما فيش ايفيدنس في اليوروبيان ان انا انزل بالضغط عن 120 70 بعد 130 80، لكن مور انتنسيف تريتمنت ما فيش اي انديكيشن في اليوروبيان تقول ان هو البيشنس هيجيب بنفيت. بالعكس في بعض الترايلز بتقول انه ربما مع الماركت ريدكشن اوف بريشر يحصل كومبرومايز من بلد سبلاي اوف فايتال اورجنز وتزيد المورتاليتي اللي هي الظاهره المعروفه بالجي كيرف. دي الانديفيدواليزد تارجتس فور البيشنز بيزد على الايج وبيزد على الهايبرتنشن وبيزد على الدايبيتس والسي تي دي والكورونري ارتر ديزيز ووجود الستروك والتي اي اي. وده الالجوريزم اللي هو محقق اكثر من امريكان بيشجع جدا على سنجل بيل كومبينيشن ان اول جريدز اوف هايبرتنشن اكسبت في اللو ريسك جريد 1 هايبرتنشن اللي يكون السيستوليك عليه من 150 او فيري اول بيشنت اكثر من 80 سنه وفريل بيشنت معرض للسايد افكتس ومعرض للفريكونت فولز. الكومبينيشن في اليوروبيان جايد لاينز بيشمل واحد من الايس او الاربس بلس واحد من كالسيوم شوك دكتور او دايركت. دي ستيج نمبر 1. لو مفيش ريسبونس بعمل اسكاليشن ان انا اعمل بقى اللي هو تريجر كومبينيشن ما بين الريسك بروكيت مع الكالسيوم شوك دكتور مع الدايركت. لو مفيش استجابه بقى اسكاليت وبقول عليه ان هو ريزيستنت هايبرتنشن وبحط فرضيه ان هو ممكن يكون عنده برايمري هايبر اندوستيليزم عشان كده السبايرولوجي مكتوب واضح جدا في الجايد لاينز الاوروبيان على عكس الامريكان. وبعد كده بقى ممكن احط اي حاجه سنترالي اكتنج احط فيتا بلوكر اكونسيدر السكندري كوزز واكونسيدر تو ريفير تو سبيشالست او مور اكستنسيف ورك اب اند انفستيجيشنز. يمكن الكنديان جايد لاينز واحده من الحاجات برضه الموست ريسنت وهي اقرب للاوروبيان جايد لاينز وحاطه التارجت بتاعنا 140 90 وحاطه الكلاسز كلها مع بعضيها وبرضه بتفيفر السنجل بيل كومبينيشن، لكن هي بتستريس ان انا لو هدي لونج اكتنج دايوريتكس بتفضل الاند برومايد والكلوروفاني دون عن الهايبروسازايد due to better trough to peak ratio. Well, beta blockers are not indicated as first line therapy for age 60 and above. You can see that in the middle of the world. And the rest of the people, طبعا زي ما احنا عارفين contradicted في البريجنسي. من ضمن الجايدلاينز المهمه جدا اللي هي بتتارجت بعض الحاجات اللي مش موجوده في الاذر جايدلاينز اللي هي الكاديجو جايدلاينز اللي هي الكيدني ديزيز improving the global outcome initiative. ودي الحقيقه بتركز على بعض الحاجات مش موجوده في الجايدلاينز اللي قبل كده بالذات يعني بنتفق معاها طبعا في الستاندردايزد اوفيس كومبريشن ميجرمنت مهم جدا بالنسبه لهم. الهوم كومبريشن مونيتورنج بتتفق مع الامريكان واليوروبيان. البلاد بريشر تارجت في السي تي دي نوت تريتد ويز دايلس يعني بيقسموا اللي على دايلسس غير اللي مش على دايلسس. طب اللي مش على دايلسس نوت تريتد ويز دايلسس حاطين التارجت ان يكون السيستول اقل من 120 وبيقولوا ان انا احافظ على السيستول في البيشنت السي تي دي اللي هو مش اند ستيج ومش على دايلسس بيحسن جدا الكارد باسكر موربيديتي اند مورتاليتي، لكن الايفيكت بتاعه على الامبروفمنت او الستابلايزيشن اوف فانكشن از انسيرتن. عندهم برضه الحاجه المهمه جدا ان هم الريست بروكيت الايس والاربس مفضلين في الايرلي ستيجز اوف رينال امبيرمنت. بيتكلموا عن بلاد بريشر تارجت في البيشنس تعمل كيدني ترانسبلانت هنا ما بتكونش بتكون برضه بتكون اقل من 130 على 80 والاقل في 120 في بعض الداتا لكن مش كونفنسنج داتا. الانتي هايبرتنسيف ايجنتس بتعمل كيدني ترانسبلانت بيفضلوا الداي هايدروبيرتينز اللونج اكتنج كالسيوم شوك بلوكر والارتس وفي بعض الداتا ان دول ممكن يحسنوا او يقللوا الريت اوف جرافت ريجكشن. وبيتكلموا على البلاد بريشر مانجمنت في الشيلدرن دي يمكن مش موجوده بالطريقه بتاعتهم ودول قايلين ان هم الشيلدرن عندهم هاي بلاد بريشر واعتمد على الاوفيس بلاد بريشر ميجرمنت
ببتدي ادي علاج ضغط لو البلاد بريشر اكتر من 15%. لو في اضر طريقه ثانيه لعلاج للقياس الامبولات البلاد بريشر المونيتورنج، لازم غير الامبولات البلاد بريشر المونيتورنج يبقى فوق ال 19%. يمكن اخر حاجه بقى نشير الى ال WHO والانترناشونال ساينس اوف هايبرتنشن جايد لاينز، ودول بيبقوا ليهم بعض الاسبكتس السوشيال والنون ميديكال شويه لكن هي بتبقى مهمه. وهنستعرض بس في سلايد واحده الفروقات بينهم. هم هنا يمكن ال WHO بتركز اكتر على اللو والميدل انكم كونتريز، لكن في ال ISH بتنكلود برضه الهاي انكم كونتريز. ال WHO بتبروفايد ديتيلد ايفيدنس ريشنال فور ايتش ريكومنديشن، لكن ال ISH بتبريزنت شورت باراجراف قبل كل ريكومنديشن. بالاضافه طبعا ان هي ال WHO بتبريك الريكومنديشن تو فور ليفلز اوف سيرتينيتي، لو فيري لو، لو مودريت او هاي. لكن هنا الريكومنديشن في الاي اس اتش تعتبر اسينشال ولا اوبتيمال. بس البلاد بريشر تارجتس بيزد على النون كارديو فاسكولار ديزيز اند بيشنتس ريسك زيها زي الاوروبيان والامريكان، لكن هنا في الاي اس اتش بتعتمد ميرلي على الايج اوف البيشنت. اللي هنا بتسجست ان ممكن نون فيزيشن بروفيشنالز ممكن هم يتيك كير ويشخصوا ويعالجوا الضغط، يمكن الحته دي مش موجوده في الاي اس اتش. واخيرا الهايبر تنشن مانجمنت في الديزاسترز وفي الاحوال اللي هي البوليتيكال انستابيليتي بتبقى ريست قوي في ال WHO. وكمان كان في سيكشن ريسنتلي في ال WHO على المانجمنت والفولو اب والدايكوز والهايبر تنشن في الكوفيد ايرا. My dear professors and colleagues, ladies and gentlemen, to conclude after this journey across the most important guidelines, we can say that all guidelines are both evidence-based and expert recommendations. Utilized in the correct settings, guidelines have the potential to globally improve the control of hypertension and prevent a lot of morbidity and mortality. Local health departments should not hesitate to compare guidelines and define combining and or augment certain recommendations to formulate the best suited evidence-based guidelines for their respective